هذا الفيديو رح يكون فقط لمحبين الشعر الطويل. وين ما كنتي بتكوني بتتمني شعرك يكون طويل صحي كثيف سميك، بيقولوا عنه شعر الخيال، عندك صلع بمقدمة الراس، شعرك من النوع اللي ما عم يطول ابدا ابدا شو ما حطيتي له. وصلتي لعند ام الوصفات بر. وصفتنا اليوم رح تكون وصفة لتطويل الشعر ب 30 يوم، اي نعم تحدي ب 30 يوم. وبما انه انا حابة اطول شعري هلا لسه 5 سنتي باذن الله، حابة اعمل هذا الماسك معكم سوا. انا بسميه ماسك المنقذ السريع، كل ما بحس شعري هيك تعبان ما عم يطول او صعب انه عم يطول، خاصه بفتره الحمل، الله يطعم كل مشتي، مباشره بركض على المطبخ وبعمل هذا الماسك. مدته 30 يوم، تعملي كل اسبوع مره، واذا بتقدري كل اسبوع مرتين بتحصلي على نتائج خرافية. رح ترجع على ذات الفيديو تقولي لي شكرا كتير كتير كتير. مشترك بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى عيلتي تكبر أكتر وأكتر، ويوصل هذا الفيديو لأكبر عدد ممكن من العالم تكون بحاجة عن جد للعناية بالشعر وتطويل الشعر بشكل صحي من وصفات بر. وبحبكم كتير كتير، ويلا على المطبخ لحتى نعمل ماسك سوا. مح. هلا بدنا نقول بسم الله ونبلش بالوصفة. انا لبست كفوف اول شيء مشان التعقيم، لانه اي شيء بدك تستخدميه للشعر لازم تكوني معقمة. انا مشان اظافيري قررت اني البس كفوف. لحتى نستخدم الوصفة صبايا، مكونات الوصفة بدنا زنجبيل اخضر، انا رح اسويه بالقشر وما رح اقشره، القشر كتير كتير مفيد. وبدي كمان توم، انا بفضل التوم الاحمر، كمان رح اتركه بقشره. وبدنا زيت جوز الهند، وهذا زيت جوز الهند رح استخدمه اكمله على هاي الوصفة. تمام، هلا بدنا نفوت دغري بالوصفة. بدنا نقول بسم الله، وانا رح اقطع تقريبا على حسب حاجتك انت، شعرك كان طويل شعرك كان قصير لك وكيف. انا شرائح صغيرة. تمام، هلا هون صبايا انا طلعت معي هاي الكمية لشعراتي، بحسهم كتير منيح هاي الكمية. وبدنا كمان توم، انا هون التوم ما رح اقصهم حتى استفاد منهم، انا عندي هذا الهاون رح اقصه، رح اقشرهم ادقهم، عندي هذا الهاون انا رح ادقهم بقلب هالهاون، رح اعمل هيك. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اهم شيء تذكري الله، اهم شيء ذكر الله. تمام، رح اقصه بقشره، انا بدي القشر تبعه. تمام، ساوي بالتفصيل مثل ما عم بتشوفيني. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الثاني، ثالث حبة، أربعة، خمسة. أنا احتجت لوصفتي 5 فصوص توم. أنا رح أدقن على الهاون وبرجع لكم. هلا هون صبايا شوفوا كيف صار، طحنتهم كلهم طحون مع القشر، ها المي اللي نزلت منه هي المفيدة. بدنا نقول بسم الله وناخذهم كلهم، شوفوا كيف، بسم الله الرحمن الرحيم. التوم مفيد جدا صبايا لإنبات الشعر، حتى للشباب، ها يعني هاي الوصفة مو بس للبنات حتى للشباب. هلا هيك صارت معي الكمية، 5 فصوص توم وتقريبا ربع زنجبيل اخضر حصرا، ما بصير بودرة، حصرا اخضر. وبدنا كمان زيت جوز الهند، هاي الوصفة ما بيمشي معاها ابدا الزيت الزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم، اخذت تقريبا مقدار معلقتين من هاي القنينة، اخذنا تقريبا مقدار معلقتين من زيت جوز الهند. اكمل عندي هذا زيت جوز الهند الخام، بما انه شعري طويل بسم الله انا رح استخدم هاي المعلقة، هاي المعلقة بسم الله. ها هي الوصفة صبايا، بيستخدموها مرة بالاسبوع، واذا شعرك كتير تعبان وبدك اياه يطول استخدميها مرتين بالاسبوع، خلال 4 اسابيع رجعي على القيمة. هلا بدنا ناخد هاي الوصفة ونحطهم على النار. هلا هون صبايا حطيتهم على النار حصرا، بدك يكونوا على النار وتضلك تحركيهم، بتسمي بالرحمن وتضلك عند راسهم بتحركيهم كتير منيح، بتحركيهم شغلة 10 دقايق. بعد 10 دقايق رح برجع لكم حتى تشوفوا كيف صارت الوصفة. وهيك صبايا شوفوا كيف صارت،
بعد ما تركتهم على النار 10 دقائق تفاعلت الزيت مع المكونات، وحتى الريحة بتجنن، الريحة أغلبها طلعت ريحة زيت جوز الهند. هلا هيك لازم تتركيهم على النار، أنا تركتهم تقريبا 8 دقائق لهم، هلا هون بكفي هيك حاجتهم. رح اتركهم لحتى تبرد، بدي طفي النار تحتهم واتركهم لحتى تبرد، وبعدين بدنا نستخدمهم للشعر. بقى استنوني على طريقة الاستخدام لأنه أهم من الوصفة صبايا، أوكي؟ استنوني لا تروحوا. هلا هيك صبايا بعد ما وردت الوصفة شوفوا كيف هذا الزيت لا يقدر بثمن، لا يقدر بثمن. يلي شعره عم يتساقط، يلي حابة شعره يطول، التوم صبايا معروفة أساسا التوم والبصل يلي عندها صلع وبتستمر عليها شعره رح يصير شلال بإذن الله شلال. شوفوا الوصفة الزيت تقريبا كله نشف صفى هذا المستخلص منه. هلا نحن بدي اصفيه، بدي هاب زبديه ما شو اسمه، وبدي مصفايه صغيره وصفيهم بسم الله الرحمن الرحيم. بدي استخلص الزيت منه، استخلصنا منه هالوصفه هذا الزيت صبايا، هذا الزيت برجع بكرر لا يقدر بثمن هذا الزيت، تمام؟ راح اتركهم شوي وبرجع لكم حتى نشوف طريقة الاستخدام كيف. بحبكم كتير. هون هلأ اجت اللحظة الحاسمة، بدنا ناخد هاد الزيتات اللي عملناهم سوا من شوي وبدنا نحطن على جلدة الراس. طيب كيف هذا الماسك صبايا؟ ما بينحط لكل الشعر، تمام؟ هذا الماسك بيستهدف فقط جلدة الراس فقط، بتعبي كل جلدة الراس مثلا. ها فرقنا شعرنا بالنص، تمام؟ نمسك هذا الزيت تحطي أصابيعك فيها بسم الله الرحمن الرحيم أهم من كل شيء، وتسمي بالرحمن وتعمل هيك مساج يا رب. بسم الله بسم الله على نية التكسيف، على نية التطويل، على نية شعر يصير صحي، على نية شعر يصير طويل. شو أنت تتمني؟ شو بتحبي بشعرك؟ فيك هيك تدعي، تمام؟ دائما بكل خصلة بتحطي إيدك بسم الله الرحمن الرحيم. الكمية اللي أنا عملتها صبايا بتكفيني أعملها مرتين، تمام؟ لكل جلدة الرأس هيك. ها وين في جلدة الرأس؟ بسم الله الرحمن الرحيم بتحطيها هاكوزة بسم الله بأصابيعك، مو بأظافرك، باللحم تبع أصابيعك، باللحم هدول اللحمي هدول ما بشوف اسمه الأصابع، تعملي هيك بسم الله مع ذكر الله مع ذكر الله حتى رب العالمين يبارك بالشي اللي عم نعمله، تمام؟ كامل كامل بسم الله الرحمن الرحيم. ها وين في؟ ما بتخلي ولا قرنة بجلدة راسك إلا ما تحطيها بسم الله بسم الله. هون هلا صبايا بعد ما عبيت كل جلدة الراس، ما قربت على الشعر، انا بهمني بهذا الماسك فقط جلدة الراس، تمام؟ بعد ما عبيتهم بتقدري انت تعملي مساج، لازم مساج تقريبا 10 دقائق ربع ساعة، تمام؟ او فيكي بهاد هيك رائعة، عرفتوا هذا الشعور؟ ما كتير 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 بحبه. هلا هيك بعد ما عملنا مساج تقريبا خفيف تعملي شعرك كعكة، تمام؟ بسم الله. وحلاوة هذا الماسك صبايا، حلاوة هذا الماسك انه ما في داعي ابدا تحطي له كيس نايل وخلص، اهم شيء بهذا الماسك المساج، هذا اهم شيء، تقلبي راسك وتعملي له مساج حتى الدم يجي لكل جلدة الراس، تمام؟ وانا زادت عندي هاي الكمية، هذا كمان بعد 3 ايام رح ارجع اعمله ماسك، رح اتركه تقريبا انا ساعتين. انت اذا اول مره تستخدميه انا بفضل انك تستخدميه 45 دقيقه للساعه، ومره ثانيه بتزيدي 10 دقائق، بتزيدي 10 دقائق لانه ما بتعرفي جلده راسك كيف، ممكن تكون حساسه ممكن تكون خفيفه، عرفتي؟ بس لانه انا متعوده على هذا الماسك فانا بخليه هلا ساعتين وبتحمم، ولما بتحمم رح اورجيكم النتيجه. جلد بتحسي الجذور تبع الشعره قويت بسم الله ما شاء الله. ومشان ريحه التوم رح تقولوا لي، بعرف شو رح تكتبوا السلفا بالتعليقات، بتجيبي قهوه بن بن نسكافيه، قهوه بن اي شيء، بتحطي معلقه بايدك وشامبو تخلطيهم باصبعك بسم الله، وتفركي جلده الراس، تمام؟ تفركيها
تتركيه لبين ما تفركي كل جسمك ترجعي تحممي راسك، تمام؟ هون الريحه بارضه بتروح سبايا بارضه. صح انه سلبيات هذا الماسك له ريحه، ولكن نتائجه كتير 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 رائعه بشكل خيال باذن الله تعالى. بحبكم كتير واستنوا النتيجه انه راح تكون مح. بتصدقوا بتامنوا بالله انه انا كنت مستني النتيجه اكثر منكم انتوا؟ اي والله. ليش؟ لانه حابه اطول شعري، حابه 5 سم يطول شعري، وبدي ابلش بهاي الماسكات حتى الاقي باذن الله نتيجه خلال شهر 5 سم. بس بدك تحطي عينك بعين رب العباد وتثقي فيه وتثقي بوصفاتي، وراح تلاقي نتيجة مح بتجنن. صبايا ليكو، ها ما شاء الله لا قوة انك تشتركي بقناة بارو بيوتي حتى يوصلك فيديوهات العناية بالشعر مو موجودة بأي قناة تانية بإذن الله تعالى. والنتيجة من أول مرة راح تقولي بسم الله ما شاء الله وما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا ما راح أحكي شيء، بتقومي تنطي مباشرة بتساوي الوصفة، هلأ بتساوي الوصفة وترجعي تعلقي، لأنه نتيجة مح بتجنن. بحبكم.